طيب أخيرا، عندكم مبادرة لدعم العملاء، يعني أظن تقصدون الأفراد الذين فقدوا وظائفهم مع أزمة كورونا، هذه وش تفاصيلها؟ هذه تفاصيلها طبعا عشان بس نفرق، الله يسلمك، بين اعاده الهيكله والتخفيض والتمديد كذا قطاع خاص، وهذا يمكن وضح الامر. الان بعض الافراد مثلا الحفل لديهم مهن حره، الذين مثلا يعملون في منشات صغيره ومتوسطه متناهيه الصغر، لاي سبب من الاسباب فقد وظيفته، وان شاء الله انه ما يصير، لكن خلينا نقول احتمال ان يكون هناك تاثير من كورونا وانعكاساتها على النشاط او كذا. هذول اللي يحق لهم حقيقه التقدم للبنك واعاده، الله يسلمك، الجدوله زي ما نص البيان او التصريح او تعليمات الى 6 اشهر بلا كلفه اضافيه. ايش معنى يعني استاذ طلعت، ايش معنى نعم. اعاده الجدوله الى 6 اشهر؟ بمعنى يعني انا انه اختر سيعفون لمده 6 اشهر من دفع الاقساط؟ بالضبط، هي حتنعاد الى 6 اشهر، يعني مثلا خلينا نقول هو عنده قسط ابريل ومايو، والى 6 شهور حيتم التمديد الى 6 اشهر بدون اي كلفه، بمعنى اخر انه الاقساط التي تستحق في القريب ستؤجل الى 6 اشهر. الله يسلمك. حلو، طيب هذا كيف يثبت لكم الشخص لما يجي البنك الحين ويقول لهم انا كنت اشتغل في الشركه الفلانيه ومع ازمه كورونا يعني الغي عقدي ولا انتهت وظيفتي؟ طبعا هذا يعني احنا عندنا نوعين حقيقه من الجدوله من قبل كورونا وازمه كورونا، عندنا الجدوله الاختياريه الله يسلمك وعاله الجدوله، وعندنا الله يسلمك الجدوله الاجباريه. الاجباريه هي في الظروف الاجباريه التي يفقد فيها المقترض دخله، ينقص دخله، يفقد وظيفته ليس من الاسباب، وهذه بسيطه التاكد منها، يعني نحن متابعين السوق وعارفين جميل. السوق وبيقدم لنا اوراق رسميه ودائما اخوي مفرح الثقه هي يعني كما يقولوا اهم شيء بين العميل وبين واضح. البنك. طيب استاذ طلعت ابى اقول لك الجمله التاليه، قل لي اذا كانت صحيحه وواضحه للناس ولا لا. الان اي شخص فقد وظيفته بسبب ازمه كورونا يقدر انه يروح للبنك اللي هو متعامل معه وماخذ منه تمويل ويتفق مع البنك انه يعمل اعاده جدوله لتمويله بحيث انه الـ6 الاشهر القادمه ما يدفع ولا قسط منها، صح؟ بالضبط، هذا اللي بنقول، لما بنقول ممتاز. التأجيل لمن فقد وظيفته أو ستؤجل عليه ست أشهر له 6 أشهر. نعم ست يا أشهر. سلام، واضح جدا. أستاذ طلعت شكرا جزيلا لك ولهذه الإيضاحات، يعني شكرا جزيلا للأستاذ طلعت حافظ على يعني هذه الإيضاحات. إذا باقي في مبادرات أخرى من المؤسسة سنواصلها في الأيام القادمة لاستيضاحها، لكن يبدو لي أنه هذا الأهم الآن بالنسبة للعملاء، العملاء اللي فقدوا وظائفهم، الناس اللي كانوا يشتغلوا في شركات ولا في مؤسسات ومع أزمة كورونا قفلت هذه المؤسسات وفقدوا وظائفهم وما قدروا يستمروا وهم ملتزمين بقروض موجودة في البنوك، يقدر كل واحد منهم بدءا من اليوم من بكرة يروح للبنك ويطلب تأجيل سداد 6 أشهر بداية من أبريل إلى الأشهر القادمة كاملة، والبنك مكلف بأنه يعمل إعادة جدولة لهذه 6 أشهر بجدولة جديدة، وإن شاء الله بعد 6 أشهر تكون كل الأزمات هذه انحلت، ويعني يعود كل من فقد عمله أو وظيفته إلى أعماله في حال كان في أعداد من الناس فقدوا أعمالهم. شكرا حقيقة على هذه المبادرة، كل الأماني أن تطبق فعلا بحذافيرها ولا يواجه العملاء الذين خسروا وظائفهم أي مشكلات مع البنوك في تطبيقها.